بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. يا هم قلنا اعلموا هذا شيء ربي دائما في رسالاته الظاهرة ورسالاته الخفية يحضنا على العلم. احنا أمة علم موش علمة قول. آمنا بحق، آمنا بالمولى سبحانه وتعالى الذي ليس لا يتطرق إليه شك في وجوده ووحدانيته، وعنا هذا العلم وهذا الإيمان يتبعه عمل حسن كما قال الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقولوا للناس حسنا واغفر واصفح وقل سلام. احنا دائما رانا اذا كان خفرنا نرجو ما وجاني يعتذر ايش بي كلنا خطأون وخير الخطائين التوابون كما يقول قائد المعبود عليه الصلاة والسلام. لهذا نعاود الآية اعلموا ان الله شديد العقاب. He is strict in punishment. وأن الله غفور رحيم غفور pardonneur dans l'absolu et حليم صدير إلي لونغامين. يعني وقت اللي أنت يجب أن تعاقب يحلم دائما قادر علينا ماذا يتوب عليك سامعك يسترك يشجعك على بداية حياة جديدة ليست مماثلة للأولى. قدر الأولى كنت مورا كنت من الغافلين والجاهلين، والآن أعطاك ربي كما كنت روح جديدة وبعض جديد. لكن العمل يريك بإذنه وبرحمته، فحلمه أن وقت اللي أنت ترى أخطأت بحق ربك وحق نفسك وحق العالم بأسره وقت ربي يوريك حلمه اللي ما يجب يهبه إلا الذي ذاقك الحلم حلم لونغامينيتي والسلام على أهل الإسلام.